بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى أسماء الله العالمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فإن شئت جعلت الصعب سهلا يا أرحم الراحمين. حسبي الله وكفى به نعمة. نشرح النهارده إن شاء الله درس الماضي التام الخاص بالصف الثالث الثانوي. وطبعا الدرس زي ما احنا عارفين موجود معانا فين؟ موجود معانا في أولى ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي، وموجود في جميع الصفوف. واحدة واحدة كده نتكلم على درس الماضي التام. عايزك تركز معايا في الحاجات اللي انا هوضحها لك. مبدئيا كده يا شباب، الماضي التام هو الحدث الاول بين حدثين او ثلاثة. هو الحدث مين؟ الاول بين حدثين او ثلاثة. هو الحدث الاقدم. دايما كده لما نيجي نتكلم على ماضي تام نعرف ان الماضي التام دوت حدث أقدم. حدث إيه يا شباب؟ أقدم بين الأحداث. بين مين يا شباب؟ بين الأحداث. وليكن أنا معايا ثلاث أحداث في جملة واحدة أو حدثين في جملة واحدة. زي إيه؟ زي مثلا لما أجي أقول لك أنا اتخرجت من الابتدائي، بعد كده رحت الإعدادي، بعد كده رحت مين يا شباب؟ الإعدادي. بعد الإعدادي رحت مين؟ هو مين هنا يا شباب اقدم حاجه حصلت؟ اقدم حاجه حصلت ان انا كنت في ابتدائي، صح ولا غلط؟ بعد كده اعدادي، بعد كده ثانوي. طب لما اجي اقول لك انا لعبت كوره، انا ايه يا شباب؟ بعد لعب الكوره اكلت سمك، بعد اكل السمك خرجت مع زميلي. هو انا دلوقتي قلت كم حدث؟ اول حدث كان ايه؟ اقدم حدث كان ايه؟ لعبت كوره. بعد لعب الكوره عملت ايه؟ اكلت سمك. بعد اكل السمك حصل ايه؟ خرجت مع زميلي. اذا في ثلاث احداث حصلت، اقدمهم بيبقى ماضي تام. اقدمهم بيبقى مين؟ ماضي تام. يبقى دايما الحدث الاقدم بيبقى ماضي تام، او الحدث الاول بين الافعال، الحدث الاول اللي حصل. واحنا بنحل الماضي التام لازم نعرف ان هو الاقدم في الافعال اللي معايا. موافقين كده؟ طب وايه تاني يا مستر؟ قال لي هو حدث يستخدم مع الروابط الزمنية. مع مين يا شباب؟ الروابط الزمنية. ايه هي الروابط اللي معانا يا شباب؟ وليكن مثلا انا معايا افطر، معايا مين؟ افطر. معايا افطر ومعايا بفور، معايا افطر ومعايا مين؟ بفور. الحاجات دي من اولى ثانوي عمالين نقول ان افطر وبفور بيجي معاها ماضي تام في واحدة من الاثنين. واحدة منين؟ الاثنين. على سبيل المثال بقول لك افطر بيجي معاها فاعل ثم مين يا شباب؟ مش احنا بنقول دايما كده؟ افطر ثم مين؟ ثم مين؟ دايما بنقول افطر مع فاعل وبعد كده ماضي مين؟ طب لو جينا اتكلمنا عن بفور بنقول ان الماضي التام بيجي قبل بفور، فنقول ماضي تام ثم مين؟ بفور. ماضي تام ثم مين يا شباب؟ بفور. وبعد كده نجيب ماضي بسيط، نجيب مين يا شباب؟ لو جينا بصينا للكلام اللي معانا هنلاقي ان احنا اصلا معانا هنا مين؟ ماضي تام. ومعانا هنا مين؟ ماضي تام. ومعانا هنا ماضي تام، وده ماضي تام. فيجي واحد من الناس اللي قاعدين يقول لي يا مستر انا ما خدتش انجليزي قبل كده، يعني ايه ماضي تام؟ هو تكوينه ايه؟ اقول له ببساطه الماضي التام عندي هي حاجه بتتكون من التكوين بتاعه. بيكون ايه يا شباب؟ تكوين الماضي التام بيكون هاد والبي بي. يعني ايه بي بي يا مستر؟ يعني الباست بارتيشن. يعني بس بارتيسيبو يا مستر؟ يعني التصريف الايه؟ التالت. التالت الفعل اللي انت بتحفظه، التصريف التالي. فيجي واحد قاعد يقول لي يا مستر انا اصلا ما اعرفش يعني ايه تصريف تالي. اقول له ما تزعلش نفسك، لما بنيجي نحفظ كلمات بتلاقي فيه خانه كده او جدول موجود فيه كلمه سين والثانيه سو والثالث سين. شايفين الجدول اللي احنا عاملينه ده؟ دايما موجود في حفظ الكلمات بتاعتك. ولو رجعت كده للكتب بتاعت اولى ثانوي وثانيه ثانوي والاعدادي، لو عندك اي كتاب من كتاب الكتب الانجليزي دي، ولو ما معكش اطبع لك ورقه خاصه بالتصريفات دي تبقى ايه؟ وبذاكرها لو انت مش عارفها. يعني معانا تصريف اول سي، تصريف ثاني مين يا شباب؟ وتصريف ثالث مين؟ يبقى تصريف اول سي، تصريف ثاني، تصريف ثالث سي. الماضي التام بقى تكوينه يا فؤاد، ركز معايا. الماضي التام تكوينه ايه؟ تكوينه هاد، ها ومين؟ اللي هو العمود الرقم كام يا شباب؟ اللي هو التالت.
هات سين او والهبز بتاعنا بقى زي ما احنا متعودين بنستخدم التصريف الثالث معانا. فلما اجي اكلمك اقول لك الماضي التام بيتكون من ايه؟ هتقول لي ايه؟ الماضي التام بيتكون من هاد ومين؟ طب واحد تاني يقول لي هي دايما هاد والتصريف الثالث؟ اصل انا يا مستر اخترت زي ما انت قلت هاد والتصريف الثالث لقيتها غلط. لقيتها مين؟ غلط. اقول له طالما انت بتختار على اساس ماضي تام انت قدامك حاجتين، يا اما هاد والتصريف الثالث يا اما مين بقى؟ بص كده معايا، يا اما هاد وبين والتصريف الثالث برضه. يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا زودت مين؟ يبقى انا معايا هاد والتصريف الثالث ومعايا مين برضه يا شباب؟ هاد وبين والتصريف الثالث. طب ايه الفرق بينهم يا مستر عشان ابقى انا عارف؟ ما تكتبش بعد اذنك. ايه الفرق بينهم عشان ابقى انا عارف؟ الفرق بين الاثنين ان لو احنا معانا بتقيم بالفاعل، يعني ايه فاعل يا مستر؟ يعني الشيء او الشخص اللي بيعمل الحاجه اللي بعد اللي احنا بدانا به هو اللي بيقوم بالفعل. يبقى في الحاله دي ماضي تام عادي خالص. ماضي تام ايه؟ اللي هي هذا التصريف. طب انا بدات الكلام بالمفعول، يعني ايه المفعول يا مستر؟ المفعول يعني الحاجه اللي ما بتعملش اللي بعدها، اللي ما بتعملش مين؟ اللي بعدها. زي ايه يا مستر مثلا؟ زي لما اجي اقول لك وليكن، يعني لو جينا بصينا في اللي انا هعمله ده، هكتب مثال اهو كل يركز فيه، هكتب مثالين اثنين. المثال الاول يا شباب احمد ونقط او سبيس اهو تمام كده، ورحت جاي قايل لك بفور بفور مثلا هي سليبت يعني نام كده خلاص. انا عايز احط هنا حاجه تناسب الجمله اللي معايا. اولا انا معايا رابط ولا مش معايا شباب؟ اللي هي مين؟ معايا بفور. احنا لسه قايلين في اول الكلام ان بفور بيجي قبل منه مين؟ بيجي قبل منه ماضي تام. فلاقي في الاختيارات بتاعتي بص كده، هات وبن، هاد وبن وبليد. هاد وبن ومين؟ بليد. والاختيار الثاني هاد بليد هو اللي انا بادئ بيه، هو اللي بيلعب ولا هو اللي اتلعب؟ هل هو كرة قدم مثلا؟ هل هو مثلا كرة تنس؟ لا يا مستر، يبقى انا في الحاله دي هو اللي بيقوم بالفعل، هو اللي بيقوم بمين؟ محمد صلاح هو اللي بيلعب، صح ولا غلط؟ احمد هو اللي بيلعب، اي شخص هو اللي بيلعب. يبقى في الحاله دي ايه الكلام؟ هنا هنستخدم الفعل العادي جدا اللي هو هاد بليد. طب بدل بص بقى معايا الفرق في الاثنين، احنا قلنا الاجابه مين؟ بص بقى لو المثال جاي كده فوتبول، طبعا التكمله مش هتبقى مظبوطه معانا. انا معايا دلوقتي مين؟ يعني ايه فوتبول؟ هي كرة القدم هي اللي بتلعب ولا هي اللي بتتلعب؟ يبقى هنقول هات بين مين؟ هنجيبها مبنيه للمفعول هات بين بليد، لان انا بادئ في المفعول، بادئ بمين؟ وقلت لك الفرق بين الفاعل والمفعول، الفرق بين الفاعل والمفعول ايه بقى؟ ان الفاعل هو اللي بيقوم بالفعل، الفاعل هو اللي بيقوم بمين؟ بالفعل. انما المفعول لا يا مستر، المفعول لا، المفعول ده هو اللي تام. في الحاله دي ما ينفعش استخدمها، ولو هستخدمها مع ماضي تام بجيبها هات بين متصلين كام؟ هو في استخدامات ثانيه يا مستر للماضي التام. هقول لك الماضي التام بتستخدمه لما تلاقي باي ومعاها سنه ماضيه او على او اي زمن او اي حدث ماضي. باي وسنه ماضيه او اي وقت في الماضي زي مين؟ وليكن انا بحل مثال اهو معاك، الناس كلها تركز، بحل مثال فبقول لك باي 2012. باي ومين يا شباب؟ 2012. اعرف بس ان باي مع الحدث القديم او مع الوقت بتبقى ماضي تام. باي مع الحدث القديم او الوقت يبقى مين؟ باي والحدث القديم او الوقت يبقى مين يا شباب؟ طب وان والزمن؟ يعني انا جبتها لك كده وخدتها لك على فكره في الامتحان بتاع الوحده الاولى. لو جبتها لك ان 2012 كده. هو في فرق بين الزمانين ولا مفيش؟ في فرق بين الحاجتين اللي موجودين دول ولا مفيش؟ لا في يا شباب. فرق ايه الفرق؟ الفرق هنا مين؟ وهنا مين؟ يبقى في فرق ولا مفيش؟ ايه هو الفرق بقى؟
او ايه هو اللي انا كطالب تالتة سنة واكون عارفه؟ اول حاجة ان باي مع الزمن بياخد ماضي تام، بياخد مين؟ ماضي تام. انما ان مع السنة بتاخد ماضي بسيط، بتاخد مين؟ ماضي بسيط. يبقى ان والسنة بتاخد مين؟ وباي بالسنة السنة الماضية بتاخد مين؟ ماضي تام. وما تتلخبطش مع السنة المستقبلية عشان دي حاجة تانية اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي المستقبل الكام. نعيد تاني الحتة دي. لو معانا باي والسنة الماضية ناخد مين؟ ماضي تام. طب هو تكوين الماضي التام ايه اصلا؟ هذا الكلام ده لو بادئ فاعل، ومين تاني؟ هاد وبن. الكلام ده لو بادئ مفعول. ما شاء الله. تعالى كده نشوف الامثله، والامثله اللي هتوضح كل حاجه صح ولا غلط. ما انت ما تقعدش تشرح لي وفي الاخر انا احل ما اعرفش احل. تعالى نشوف المثال هتعرف تحله ولا لا. ده مين؟ ودي مين يا شباب؟ خلي بالك يا عبد. اه نعم احنا بنصور بس لو وإذا تتكلم مع زميلك يحصل غلط. اللهم بلغ، اللهم رشد. حل انت بقى بما انك بتتكلم. باي ومين يا شباب؟ ودي مين؟ علي. اذا كان مدرسين ده مين بيكتبوا علي؟ فانا اللي هو اسم مش اكتبه. ننجز ونكتبه. علي ونقط. كمل يا عبده. ما انا عارف ان ده بتاخد ماضي تام. تقول علي هات. وهنا في زرار هو شباب. يبقى علي واخترنا مين؟ هاد بوش. ولا هاد بن بوش. ولا هاد بن ووشن او ووش. ولا وشت بس. يلا يا عبدو. ليه؟ عشان بدأت الفاعل. لان احنا بدأين بالفاعل العاقل اللي بيقوم بالحدث اللي بعده. اللي بيقوم بالحدث مين؟ بعد. يبقى هنستخدم هادو التصريف كام؟ ده المثال العادي اهو. طب ينفع واحد فيك يقول له مستر احنا هنستخدم وشت. طب ليه مش هنستخدم وشت؟ لان لو كانت معانا مين يا زيزو؟ لو كانت معانا انه كنا اختارنا مين؟ ماضي بسيط. لكن هي جايه لي منين؟ ده سؤال سهل يا مستر وزي الفل. ماشي يا سيدي. يبقى الاجابه بتاعتنا زي ما انت قلت كده هتبقى هاد بوش. ده السهل، ده السؤال السهل. تعال نخش للسؤال الاصعب شويه، حاجه بسيطه. يلا بينا. كاتب لك مثال بيقول ايه بقى؟ نخلي كلامنا كله باللون الابيض عشان يبقى واضح. لما اجي اقول عالز كار، خلي بالك طبعا انا كل الامثله بتاعتي هتبقى باسمي. انا حر بقى كل الامثله هتبقى مين؟ عشان ما حدش ايه يكتب زوزو المره الجايه. ركز كده معايا، معايا عالز مين؟ عالز كار. احمد اللي هيقول. بفكر اختار احمد ولا اختار حد تاني. ركز في المثال وحل. في بدايه الكلام حاطط باي 2000 برضه و11 مثلا. نكتب المثال مظبوط. هنقول باي كده تمام. وهنقول علي سكار وسبيس فراغ. كله تمام. يلا هات. بوت. ولا هات بن بوت. ولا بوت. اختار يلا. ليه؟ عشان نتكلم عن السيارة بتاعت علي. طبعا زميلك بيقول هاد بن بوت. ليه؟ لان انت لما بتتكلم هنا ما قلتش ان علي هو اللي بيشتري. ده انت بتتكلم عن مين؟ عن السيارة الخاصة. ما احنا قلنا لما نيجي نترجم أي حاجة فيها أبوستروفي اس الملكية نبدأ بمين يا شباب؟ نبدأ بالاسم اللي بعد أبوستروفي اس. فهنقول سيارة. سيارة مين ها؟ سيارة علي. سيارة علي تم شرائها مثلا. تم إيه؟ يبقى في الماضي. هي اللي اشترت ولا تم شرائها؟ يبقى مبني للمجهول. الماضي التام في المبني للمجهول تكوينه إيه بقى؟
هاد وبين متصل الكام؟ هاد وبين متصل الثالث يبقى الاجابه بتاعنا هتبقى مين؟ هاد بين بوت، هاد بين مين؟ ينفع اقول السياره هي اللي اشترت؟ بس خلي بالك ان انا دي ماضي تام ودي ملي ماضي تام برضه بس عمال استبعد. محمد بقى رضا اللي ورا رايح ليه الجمله دي؟ لاعب في ركن البعيد الجاي. يلا يا ريس جاهز؟ اكشن. ان 2010 ان 2010 ان 2010 احمد اقام. يلا بينا يلا قول هات بوت ولا هات بين بوت؟ محدش يتكلم يا شباب. ولا بو؟ بو. اشمعنى؟ لان احنا قلنا هنا مين بقى؟ ها ايه مسلم ايه؟ ناخد مين يا شباب؟ ماضي بسيط. يبقى ايه مسلم ماضيه ناخد مين؟ ماضي بسيط. باي وسنه ماضيه؟ ماضي تام. على حسب الفاعل برضه على حسب البدايه، ممكن يبقى البدايه فاعل، ممكن يبقى البدايه مفعول. صح؟ كله تمام؟ تمام يا باشا؟ كله تمام؟ طيب يا مستر هو كده احنا خلصنا؟ لا يا باشا ما خلصناش. في عندي حاجه مرتبطه بالماضي التام مهمه جدا وهي كلمه انطل. كلمه مين؟ كلمة أنطل وكلمة دل لها ارتباط بالماضي التام بالماضي التام؟ لها ارتباط بالماضي التام. دايما طل وأنطل بيجي بعدهم الماضي التام، دل وأنطل بيجي بعدهم مين؟ الماضي التام. خلي بالك من أنا بقول، أنا بقول لك بيجي قبلهم ولا بيجي بعدهم؟ بعدهم. دل وأنطل بيجي بعدهم الماضي التام، فلما نيجي نبص معانا في الجملة ونلاقي مثلا القاعدة بتاعتها يا مستر عشان أبقى عارف انا عايز بس ادخل الامتحان فاهم هي انطل وتل بتيجي ازاي وبتيجي امتى. هقول لك انا على الخطوات بتاعتي. تل وانطل بيجي قبلها ماضي بسيط منفي، بيجي قبلها مين؟ ماضي بسيط منفي. ففي ناس دايما تقول لك لا ده هي ديدنت. الماضي البسيط المنفي هو مين؟ هو ديدنت. يا باشا طب ممكن ديدنت ما تلاقيهاش اصلا في الجمله. ممكن ديدنت ما تلاقيهاش اصلا. تلاقي وزن مثلا. تلاقي مين؟ تلاقي وزن. تلاقي وزن. تلاقي مين؟ بلاش ده كله. تلاقي كودنت. تلاقي مين؟ تلاقي كودنت. كل الحاجات دي ممكن ان انت تلاقيها معاك قبل انطلة وقبل تل. قبل انطلة وقبل مين؟ بركز برضو على الفاعل اللي بعدين. بركز على مين يا شباب؟ واجيب بعدين مين يا شباب؟ احنا قلنا تل وانطل بعد كده مين؟ تل وانطل بعد كده مين؟ بس خد بالك معايا ان لازم وانا بحل على الماضي التام اكون عارف الحاجه اللي انا قلتها لك في اول الحصه خالص اللي هي ان الماضي التام ها حدث اول، حدث اقدم، حدث ايه؟ حدث حصل الاول. ينفع اقول لك مثلا مثال جه قبل كده في انطل دي والطالب راح اختار ماضي التام على طول من غير ما يفكر، اختار مين؟ لما جيت ارجم الجمله عرف او اكتشف ان الجمله ما تنفعش ماضي تام لان المعنى مش هينفع. المعنى ماله؟ على سبيل المثال يعني ينفع اقول لك هو مات الاول، مات الاول وبعد كده عاش في القاهره؟ يعني ينفع اجيب الحدث الاول الموت في حد بيموت وبعد كده بيعيش في القاهره؟ اذا هنا ما ينفعش ان انا استخدم مين؟ ماضي تام حتى لو بعد انطل، حتى لو بعد مين؟ نعيد تاني. في بعض الجمل ما ينفعش استخدم معاها ماضي تام بعد انطل، ما ينفعش استخدم معاها ماضي تام بعد مين؟ الكلام ده ليه؟ الكلام ده عشان ترجمه الجمله مش نافعه خالص. يبقى وانا بحل برضه اعمل حساب الترجمه، اعمل حساب مين؟ الترجمه. تعال نشوف بقى مع بعض باقي الحاجات اللي بتستخدم ماضي تام. احنا كده لو انا جيت قلت لك هو انت بتستخدم الماضي التام امتى؟ هتقول لي انا بستخدم الماضي التام مع باي وسنه ماضيه، ادي كده واحد. بعد افطر، افطر وفاعل وماضي تام، ادي كده اثنين. مع انطل، مع مين؟ مع انطل بنستخدم معاها برضو مين يا شباب؟ ماضي تام. يبقى انطل بيجي بعدها مين؟ وبيجي قبلها ماضي بسيط، وبيجي قبلها مين يا شباب؟ طب تعال نشوف كده مع بعض، ركز يا احمد. تعال نشوف كده مع بعض باقي الدرس. في عندي حاجه مهمه قوي وهي استخدام، لو جينا بصينا هنا
دي مين يا شباب؟ موجودة مظبوطة؟ مظبوطة معاك؟ ماشي. بصوا كده يا شباب، هي دي مين؟ دي مين يا شباب؟ نصومة. ودي؟ أرضي. ودي؟ الحاجات دي لو جت في الأول خلي بالك إن لها شكلين، لها كام شكل؟ الشكل الأول إنها تيجي في أول الكلام، تيجي فين يا شباب؟ أول الكلام. والشكل التاني إنها تيجي تالت كلمة، تيجي إيه يا شباب؟ يبقى أنا ممكن أجيبها في الأول، ممكن أجيبها وممكن أجيبها كتالت كلمة. هنا إيه الفرق بين الاتنين؟ صلى على النبي. لو جت في الأول بتجيب الشكل بتاعها على هيئة سؤال، على هيئة مين؟ سؤال. يبقى لو جت نصومة أو هاردل أو سكيرس في بداية الكلام هجيب بعدها على هيئة مين يا شباب؟ سؤال. وهيئة السؤال يعني ببدأ بفعل مساعد ثم فاعل ثم أكمل كلام عادي خالص. إديني مثال يا مستر. هي دي مين؟ جاية بعد مين؟ يعني هات هنا رقم كم في الترتيب؟ رقم 2. يبقى رقم 1 نصومة، رقم 2 مين؟ طب رقم 3 مين؟ الفاعل. رقم 3؟ طب رقم 4 التصريف كام؟ التصريف الثالث. يبقى لو انا جيت بسيط هلاقي ان انا معايا نصومة وهاردلي وسكيرسلي، جه بعدهم مين؟ ها؟ جه بعدهم هات ثم فاعل ثم. بس خد بالك ان نصومة بتاخد مين؟ نصومة يجي معاها مين؟ انما هاردلي وسكيرسلي يجي معاهم مين؟ فهو انا بحب اخد بالي. على سبيل المثال يا شباب، هو انا هنا بدات بمين؟ بدات بمين؟ الشكل اللي بعدها من اول هنا كده اللي انا حاطه في النقط ده، ده كده يا شباب اللي انا عامل عليه الدايره ده، هو ده شكل سؤال ولا مش شكل سؤال؟ بدانا بالفعل المساعد ولا لا؟ اللي هو مين؟ بعد كده جبنا الفاعل ولا لا؟ بعد كده جبنا التصريف الثالث ولا لا؟ يبقى انت معاك هاردلي، جبت بعدها صيغه سؤال، جبت بعدها مين؟ عايزك دايما تفكر نصونر هاردلي سكيرسلي هات. صعبة؟ يلا كمان مرة. نصونر هاردلي سكيرسلي هات. معايا كده نصونر هاردلي سكيرسلي هات. يبقى لما ده حلو ولاقي نصونر هاردلي سكيرسلي في البداية، مين اللي عليه الدور؟ هات. مين اللي عليه الدور؟ هات. يبقى لو بدأنا بيها نجيب هات، لو بدأنا بيها نجيب مين؟ هات. بس ده بشارة عشان برضه ما اضحكش عليك اقول لك هات فتلاقيها جد في الامتحان، يبقى انا كده ايه؟ غلطتك بنفسي. احنا ممكن نجيب جد وممكن نجيب هات. كلمة هاد اللي بتطلع منك واقفة على التصريف الثالث، واقفة على مين؟ يعني لازم عشان أقول هاد أتأكد من وجود التصريف الثالث، أتأكد من وجود مين؟ التصريف الثالث. تعال نشوف كده مع بعض واحد واحد. هو أنا هنا حطيت هاد ولا ما حطيتش؟ ده مين بقى ها؟ التصريف الثالث. كده أنا صح. كده أنا يا شباب؟ إنما ما ينفعش تقول لي هاد وأنت معاك كوك. ما ينفعش. يبقى عشان اقول هات لازم اجيب التصريف التالت، عشان اقول هات لازم اجيب مين؟ صعبة يا شباب؟ يعني اي حد فيك هيجي يختار هات يبص على مين؟ اصل ممكن يكون هات وفاعل وكوك بس، لا مش هاخدها، حتى لو هات موجودة مش هاخدها. تمام؟ اللي بينادي بره ولا جوه؟ بره. ايوه شوف مين بعدين بقى. يلا يا شباب نكمل. بعد كده معنا مين؟ قولوا هخلص وينادى عليه. يلا يا شباب. احنا معانا مين بقى يا شباب هنا؟ ها؟ معانا مين؟ خلي بالك اللي فوق كنا بادئين بيها. بادئين بمين؟ بادئين بهاردلي وسكيرسلي والكلام ده، صح ولا غلط؟ امال انت هنا بادئ بمين؟ ودي مين؟ رقم 3 مين معانا؟ سونر وهاردلي وسكيرسلي. ما تغلطش، هي ديت مين؟ راحت لمين؟ راحت لمين؟ ودي مين بقى؟ راحت لمين؟ راحت لمين؟ خلي بالك اللي بعدهم مين؟ رقم 4 مين؟ التصريف التالت ده واقف برضه على مين؟ على الهلال، متوقف على هاد. لازم عشان اجيب هاد يكون معانا تصريف تالت، وعشان اجيب تصريف تالت يكون معانا مين؟ في اي مشاكل؟ تعال نشوف المثال كده اللي موجود معانا. دي مين بقى؟ منى. ودي مين؟ ودي ايه ده بقى؟ رقم 4 اللي هو التصريف مين؟ انا بدات بالفاعل ثم هاد ثم هاردلي. هي هاردلي رقمها كام في الترتيب؟ التالت. الرابع مين بقى؟ والتاني هاد.
الثاني مين؟ آه. والرابع مين؟ يجي واحد مش فاهم حاجة قاعد وخلاص متر ورا يقول لك يا مستر أنا مش زريان بالدنيا. أنا قاعد معاك يا مستر عمال أردد وخلاص، أقول لك ماشي. خليك بقى معايا في المثال ده أستاذ عبد الخالق بعد إذنك، حل معايا السؤال ده. لو سمحت يا باشا. جاهز؟ يلا بينا. ده مين؟ ده مين؟ ها؟ ده مين كده؟ كلام جميل. ودي مين؟ وبعد كده حطيت مين؟ وكملت الكلام بتاعي في ماضي بسيط. لا اي مشاكل كده يا شباب؟ اختياراتك يا باشا. ها؟ عايزك تكون مركز كده وصح اللي احنا بنعمله. سؤال سهل خالص. أنا في يوم التالتة ولا الأولى؟ مش احنا قلنا نشوفنا صونة أو هردلي أو سكيرسلي ثم مين؟ ثم مين؟ احنا عملنا كده. قلنا نشوف أي واحدة فيهم نجيب وراها مين يا رجالة؟ نجيب وراها مين؟ بس مين اقترح لي هاد؟ معانا اتنين هاد. معانا اتنين مين؟ مش أنا قلت لك هاد؟ يبقى معاها تصريف مين؟ بس لما تصرف يبقى الإجابة بتاعتي هي مين؟ هي هاد. طب نفترض إن مش موجود يا سيدي الإجابة، يعني الإجابة دي كده مش موجودة كده تمام؟ أهو أهو أكشن يا باشا أكشن. رحت جاي حاطط لك ديت وحاطط لك هي وحاطط لك بلاي أختارها ولا ما أختارهاش؟ مش إحنا بنقول في بداية الكلام بتاعنا إن سونر وهارد وسكيرس زائد صيغة سؤال حصل ولا لأ؟ مش احنا قلنا زائد صيغه سؤال؟ طب انا دلوقتي معايا مين؟ معايا هذه ليه؟ تنفع؟ الغي مش نافعه يا مستر. طب اختار ايه؟ اختار صيغه غير صيغه السؤال عشان ارضيك. ينفع يا باشا؟ كلمت ليه لسه ما بنتش؟ والله العظيم منين؟ حتى الغاليين منين؟ بدي شويه. يلا بينا كده هنلغي مين؟ هذه ليه بتاع الدور. الله انت اللي تحل. لو ما جاوبش يبقى كان نايم. صح يا باشا؟ يلا. يبقى هنختار دي الهبل ايه بقى؟ لعب خالد. عشان صيغه السؤال صحيح. صيغه السؤال مال ايه؟ كده كده معانا مين؟ ومعانا مين؟ معانا ريد ومعانا فاعل، معانا ريد ومعانا مين؟ ومعانا المصدر. ما هي ريد بتاخد المصدر انفينيتي. صح يا باشا؟ ولا اروح على ضيف واخد البايظ اللي فوق دي؟ تمام، احنا قلنا هيقولنا انت اللي هتحل صح؟ ماشي. المرة بس هخلص والله. لازم اخلص. بص. اصبر بس. ده مين يا شباب؟ ده مين يا باشا؟ هردلة؟ ماشي. قول تاني كده. قول تاني كده. هردلي ماشي. يبقى هردلي ونقط. ومعانا مين؟ هردلي تاخد زمن ولا وين؟ وين اهي؟ وجبنا بعدها الجمله الماضي البسيط. متفقين؟ موافق يا عم؟ يلا حل يا باشا. هي هتضل بيجي بعدها مين؟ اختار انت بقى. هات شي كلين ولا هات شي كلين ولا كلين ده على طول يا عم وراح دماغنا من الموضوع ده ونقفلها خالص. ما هتبقى مين يا سولو؟ مركز يا سولو. هتبقى مين؟ ليه؟ عشان هتبقى الأولى عشان هارد اللي بتيجي بعدها مين؟ هات شي كلين. مش احنا قلنا هات وقلنا لازم مع هات يبقى تصيب كام؟ صعبة. اللي عارف المشكلة فين هنا؟ انت عارف المشكلة هنا فين؟ في ان انت تكون عارف التصيب التاني. هي دي المشكلة. لأن في حاجات تصريفاتها زي بعضها زي قط 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 بط 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 الكلام ده كله. فأنت تكون حافظ التصريفات كويس قوي عشان مهم. خلصنا الحتة دي كفاية كده خش على اللي بعدين. مين ده بقى يا شباب؟ شبابك عشان ده كله معاك شديد الحال تمشي على طول. دي مين بقى يا شباب؟ ها؟ إت وزن إت إيه؟ إت وزن إت وزن إت وزن. خلي بالك ان لو معانا اتوزنت ناخد مين؟
أنطل. اتوزن تناخد مين؟ أنطل. أنطل ايه؟ احنا لسه من شوية كنا نقول أنطل بيجي بعدها مين؟ ماضي تالت. يبقى اتوزن تأنطل مع مين؟ اتوزن تأنطل مع مين؟ ماضي تالت. اتوزن تأنطل مع مين؟ طب اتوز كل وين؟ خلي بالك دي أنطل صح؟ ودي مين؟ عمرك شفت وين بتاخد ماضي تام؟ لا بتاخد في بعض الأحيان من ضمنها دي. من ضمنها يا شباب؟ من ضمنها وين اللي بتيجي مع it was only when. It was only when. It was only when. It was only when. طبعا بيجي بعدها فاعل ثم الماضي التام وبعد كده زاد وبعد كده مين؟ زاد. خلصنا ديت يا مستر وزمان. ما تنساش ما تنساش وانت بتحل عن الماضي التام ان بيفور زاد بتساوي افطر وبيفور بتساوي افطر زاد. افطر زدت بتساوي بفور. افطر زدت بتساوي بفور. وبفور زدت بتساوي افطر. افطر زدت بتساوي بفور. وبفور زدت بتساوي افطر. افطر زدت بتساوي بفور. وبفور زدت بتساوي افطر. ونمشي على نفس القواعد العاديه بتاعته. نمشي على مين؟ نفس القواعد. يعني انا بقول دلوقتي بص كده في الكلام بتاعي انا بقول يا شباب بيقول افطر زدت. افطر مين؟ زدت. بتساوي مين؟ بفور. بتساوي لفور. هي قاعدة بفور ايه؟ بفور بيجي وراه ايه؟ ماضي بسيط صح؟ مش بفور بيجي بعدها ماضي بسيط؟ مش احنا قلنا كده يا ابني؟ مش احنا قلنا ان بفور بيجي بعدها ماضي بسيط؟ يبقى افطر زدت بيجي بعدها مين؟ طب اشمعنى بقى؟ بتساوي عشان بتساوي فوق. هي بتساوي في كلامه خلاص ولا بتساويها في الشغل؟ الشغل. يبقى الشغل بتاع القواعد بتاعنا لازم يتظبط بالنسبه لكلمه بالنسبه لكلمه افطر زاد بتساوي بفور. طب لو انا جبت العكس بقى اللي هو مين؟ اللي هو بفور. ها بفور مين؟ بفور زاد بتساوي مين؟ افطر. طب هي افطر بيجي بعدها مين؟ ماضي تالت. فاعل وماضي مين؟ وماضي تالت. طالما قلت فاعل وماضي تالت اجيب قبلها ماضي مين؟ يبقى بفور زدت بيجي بعدها مين؟ يجي واحد يقول لي انا مش فاهمها مثلا. اقول له ولا اي اندهاش خالص. بفور لوحدها وافطر لوحدها احنا حافظينها على طول. صح؟ كل